قبل أن تأخذ المسار كان الإنسان يكمل هذه الوسائل الإلكترونية هي تهيئ وهو يكمل. الآن أصبحت الإلكترونية تحل محلها وتأخذ القرار. في مؤتمر حضرته في دبي كان وزراء العدل كانوا يقترحون في الخليج أن تكون هناك كمبيوتر تضع في جميع القوانين وجميع القضايا المتشابهة، وقالوا سيصدر أحكاما في القضايا المتشابهة، في حين لا يجوز، لأن ليس هناك قضيتين متشابهتين في تاريخ البشرية كلها، كل واحدة عندها ظروفها، كل واحدة عندها عناصر. بالمناسبة كان جلسة حدايا روبو امرأة على يساري، لا تش عندي الحق نضحك تاني ولا تشد فيها الصعافة، قلت له واش هادي داخلة في التعدد ولا لا؟ الإشكال اللي كاين هو هذا، بقدر ما هذه في خدمة البشرية بقدر ما تهدد البشرية. أولا عنصر السرعة، هذا عنصر السرعة الإنسان مابقاش عنده الوقت، خصو تكون عنده المعلومة في أقرب وقت. الإنسان مابقاش قادر يدير شي بروسيدور مزيان، تقدم خدمات مزيان ولكن ارتكبنا جرائم. غدا غادي يخرج واحد الروبو، واحد الذكاء الاصطناعي غادي يدير جريمة قتل، شكون مسؤول؟ واش اللي شرى الروبو؟ واش اللي دار ليه البرنامج؟ واش اللي عطاه الامر؟ واش اللي تبعه؟ واش اللي تبلغ ليه؟ واحد عنده قدره يدخل الى اخر ذلك، كيفاش غادي نديروا القوانين؟ لهذا الان نحن نشتغل في وزاره العدل على ايجاد اطار قانوني للذكاء الاصطناعي قبل ما يجي، ليوقع لنا شيء يوقع لنا في وسائل التواصل الاجتماعي، ما بقات حياه الناس محترمه، ما بقاتش في القانون الجنائي اللي غادي يجيكم تشددنا في هذه المواضيع هذه باش نحبسوا هذه العبث. تطور تكنولوجي فيما يتعلق بالرقمنة والذكاء الاصطناعي، ولكن من واجبنا كذلك أن التشريع يواكب هذا التطور وبالسرعة اللازمة. الحمد لله صدرت مجموعة من الاجتهادات التي حمت حريات وحقوق المواطنين الذين تعرضوا إلى مخاطر هذا الذكاء الاصطناعي وقامت باجتهادات قضائية. اليوم الكل مطالب البرلمان وكذلك الحكومة أن تواكب هذا التطور ضمانا. وضعوا قانون يؤطر هذا الموضوع، نحن نشتغل على أن مؤتمر شهر 9 نشوف التجارب الدولية باش نوضع واحد الإطار قانوني للذكاء الاصطناعي، لأن بقدر هو نعمة راه مصيبة كذلك. راه حياة الناس ستصبح مهددة، غادي تولي الأمور جد معقدة، لهذا يجب تأطير هذه المصيبة هذه باش نخليوها في خدمة البشرية، ولكن في نفس الوقت باش نحميو الناس منها، وهذا كيحتاج بواحد الجهد قانوني ولكن حنا كنشتغلوا عليه.